أسد الإسلام. الله يا الدنيا. رمنيق تحطه في هني وضرب الرمنيق. الهجوم بالضغط على اليوم ناس اللي منح عشان تستغل قوته عدل. خله بدي المؤثر جيب فيها داوت سايد كرنر. هذه بس اوكي ما تشكيلته يخوفون اللي كذي يخوفون. اعوذ بالله راح فول بلو حق الكيك اوف واضح عليه معرض. واضح عليها معرض ابوه بدعو للبوت توفر. هل اخاف منهم اللي تشكيلاتهم كذي؟ والله اللي يلعبون كذي يخوفوني لان فريقي يسطل ضدهم. طالع استوى المهابي اشتغل شنو بعد خطته. دقيقة ابو هذا بيجنني عندها اطراف شغالين عدل يا ناس. عندها اطراف اثنين شغالين يا ناس. ار ام ال ام لازم اراقبهم اثنينهم. لازم ارافقهم اثنين وسع الملعب. شوف الحين هو دفاع المفروض فيه شوي هشاشه بس ما ادري يمكن عادي ما تبين عادي. المفروض الدفاع ماله فيه هشاشه دفاعيه شوي بس عادي ما تبين. مصيبه انت اقول لك لا طال استحواذ كان 8 20% انا في ناس كذي غريبين. المشكلة يلعب دفاع لا فول بلو خلاص بيتعب كله.
ما قررت تطلع عيوب دفاعية فيه. طالع بيمشي الكورة ما شاء الله، الفريق ماله شغال. أتعجب أنا من هكذا نوعية لاعبين، بتعجب والله. مهم الجول عندي، مهم جدا. عجبني صراحة، واجد صعب لعبة. يا رومانيجي عليكم السلام، زجالي حبيب. يس يا البوت، ولك بلع. الإسلام قاعد يدمرك، ما عليك ما عليك، البوت ما يستسلم. انت متى شفت البوت استسلم؟ متى سوي حتى وين غلب ما يستسلم، يحاول الرمق الأخي. قلت لك كار ياسي البوت، ولك ابلع يا الزلمة. خبرة الخبرة. يا عمي ثلاث وحدات كلها نفس الطريقة، الأهداف سلكت. ثلاث وحدات يا نمر، حرام عليك، حرام عليك يا النمر، حرام عليك يا النمر. هل تحس اني بحتاج تكتيك مارس ميوني؟ احتياط، يمكن احتاج جاهز. يعني
صير هالخصم سلكت وياه يعني. اوه اي خزعبليين اكيد. وهيدا يا البوك يقول لك نحن قالوا لك خبرات السنين تلعب دور خبرات السنين لا هاي الخبرة تلعب خبرات البوت تشتغل هني حلو الهدف جميل اوكي طيب نو بس جاوب قال العري ما استسلم بعد يقول انا موجود بعد يقول انا موجود يدي يحب كذي بروح موجود يا الزلمة أنا موجود ولك شو هيدا ماتيو هاي براذر هذي هو ايش إذا ديك نار هاي حريقة ولعت بيته ايه بجيك ترى بجيك بدخل في خشمك قلت ليه وابدا والله ما بقطعها بقطعها حشرتها شفتوا طالع 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 ما يطلع 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 قلت لك ما يطلع حشرتها لك شو هيدا يا الزلمة يا البوت هاللعب انا ابغى العب ضدك يا اخي وايش تبي تلعب ضدي تفوز علي انت قوي اخاف منك انا صدقنا مرة اخاف منك انت لاعب صاعد تو عمرك 17 ايدك طرية ما شاء الله خاف انا خاف من لاعبين الناشئين ايش تبي تلعب ضدي اخاف من اللاعبين الناشئين نفسك يحرجوني مد يا اسد الاسلام ترى لانك بيجيك الزلزال مو البوت الحين من ما صمت استرجل لان ما استرجلت بتبلع نتيجه والله ولا شو هيدا البوت زلزال البوت قادم مخهم نظيف ما عندهم اي والله صدقت الهدي انا اقول لك اللي عمرهم 17 اخاف منها مخه نظيف ما فيه هموم دنيا انا عمري 32 متزوج وعندي ولدين هموم الدنيا تحاتي شلون تصرف عليهم يا اخي انت مخك نظيف يعني ما يفكر واجه بس يفكر في الجيم شلون تمسكه وتلعب بس جاي ما يقرا عليهم اللي عمرهم 17 شو صار احذرني يا الليون تعلفت بي وترتني لانه لازم الحين اثبت نفسي انا بعطيك نتيجة يا ليون لأنك أثبت مستواك أنك معرق يعني سويت روحك إذا 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 بتخليها سجل في كاد أوف واجد يعني سويت حق تتفرعن علي تسحق قوي وأنت ما عندك مستوى أطلع مستواك أثبت استرجل شوف أنا أقول لك استرجل لأن أنا بنت عليك أطرافك شوف ما عندك أطراف طالع بنت عليك الكهرباء والبو دارني شوف انا اي كره بقطعها منك هدف ما عندك حلو طالع ما عندك حلو طالع ما عندك حلو ما عندك شوف اطرافك مبندين بندين اطرافك شوف وين تسوي قاعد تحاول تباغتني ما عندك حلو عكسي انا اشوف حلولي
عندنا قوه شلون لا تسجل الثامن يا عمي خلني بعطيه نتيجه لا يعرق على البوت لا تعرق على البوت لا تسوي روحك فيها شادنها يلا شدها الحين الحين احتاجك تشدها الدقائق الدقائق تثبت نفسك كواليتي مالك يلا علامة النمر غلط ارسل له قذيفة كنت شوفوا دخول فيا وروماريو شو نعم ما تقدر مستحيل لا تروح هناك لا تروح نصيحة لا تروح والله حلفت لا تروح طريق مظلم لا تروح لا تروح بساكا طريق مظلم يا ولد الناس ما يستوعب هذا لا يروح صوب بساكا وش فيه لا تروح صوب بساكا يا ولد عمي قلت لك نصحتك انا المهندس لا تحط فيني ضارب ما ابي العب على الاول الاول حق اهله